الأستاذ سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذن بداية لهذا اليوم نتحدث عن أداء اليورو. إذن تراجع واضح في أداء اليورو بعد قرار المركز الأوروبي بالإبقاء على سياسته النقدية كما هي. إذن ما هو المتوقع لأداء اليورو خلال تعاملات هذا الأسبوع؟ صباح الخير. بالفعل تأثر اليورو بشكل كبير في قرار البنك المركزي الأوروبي الذي ثبت فيه أسعار الفائدة المرجعية عند 0%، كما أن البنك المركزي الأوروبي أشار لاستمراره في تحفيزاته رغم تقليصها بعض الشيء، لكن قد يستمر بتحفيزات في سياساته النقدية المتمثلة في برامج شراء الأصول لشهرين قادمين، وهذا بالتالي أثر سلبا على اليورو الذي انخفض إلى الدولار وسبع سنتات أمريكية لكل يورو واحد. فاليورو حاليا يتأثر أيضا بفروقات تتسع لعوائد السندات الأمريكية مقابل الأوروبية وسط توقعات استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة، والذي بالفعل قد نشهده يرفع الفائدة الشهر المقبل بواقع 50 نقطة أساس، مما يزيد الضغط على اليورو. وهذا الأسبوع أعتقد بأن اليورو قد يبقى تحت ضغط هابط، أخذين بعين الاعتبار الحقائق من تأثر اليورو أيضا من التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، والتي يبدو بأنها قد تستمر لفترة بالضغط على اليورو أمام العديد من العملات والتي منها الدولار الأمريكي. نعم، وأيضا يعني لاحظنا هذه المعركة إن صح التعبير للفيدرال الأمريكي ضد معدلات التضخم المرتفعة، يعني ألا أن ترفع الفارق بين أداء الدولار واليورو؟ إذا ما تحدثنا عن مؤشر الدولار الذي من ضمنه أسعار اليورو. بالفعل مؤشر الدولار الأمريكي يرتفع ويستقر فوق 100 نقطة، وهذا الارتفاع الكبير هو بفعل توقعات الصراع بالحقيقة ما بين الفيدرالي الأمريكي ومعدلات التضخم التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 40 عاما. معدل التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين عند 8.5%، هذا المعدل خطير جدا على الاقتصاد وقد يتسبب في تعثر النمو الاقتصادي، وبالتالي الفيدرال الأمريكي قد يواصل تجديد السياسة النقدية برفع متتالي لأسعار الفائدة لمحاولة الحد من ارتفاعات التضخم، وهذا ما قد يبقي على الدولار الأمريكي هو سيد الموقف في الأسواق المالية أمام العديد من العملات التي تشمل اليورو، طالما طبعا استمرت توقعات الفيدرال الأمريكي برفع أسعار الفائدة. نعم سركيس، أيضا يعني بالمقابل كما جرى في المركز الأوروبي أيضا بنك اليابان أبقى على سياسته يعني خلال هذه الفترة كما هي، وأثر بذلك بشكل كبير على أداء الين الياباني. إذا لماذا لا تذهب البنوك المركزية نحو رفع معدلات الفائدة للحد من الارتفاعات الحاصلة في معدلات التضخم كما حدث لدى الفيدرالي الأمريكي؟ الآن قد تختلف الأمور قليلا ما بين اقتصاد اليابان والاقتصاد الأمريكي من ناحية معدلات التضخم. في اليابان يبلغ معدل التضخم حاليا 19 نقطة مئوية، وهذا يعني بأن التضخم منخفض جدا في الاقتصاد الياباني. يجب أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار بعض الدلالات التي ظهرت هذا اليوم من ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الصيني، والذي يعتبر الشريك التجاري الأكبر لليابان، انكماش ب 3.5% في مبيعات التجزئة، رغم أن بيانات النمو أظهرت على غير المتوقع نمو 4.8% بالاقتصاد الصيني، لكن أيضا نفس هذه البيانات أظهرت تعثر الصادرات، تعثر الاستهلاك، وأيضا تدهور في قطاع العقار الصيني، وهذا كله يلقي بظلاله على اقتصاد اليابان. بالتالي بنك اليابان المركزي حاليا يتوجه لتحفيز الاقتصاد، ومن المتوقع أن يبقي على تحفيزاته لفترة طويلة، فتأثيرات الاقتصاد الصيني على اليابان قد تبدأ بالظهور اعتبارا من هذا الشهر، وبالتالي على بنك اليابان أن يستمر بالتحفيز. وكما نرى بأن الين الياباني أيضا يتأثر بشدة من هذه التوقعات وينخفض لأدنى مستوياته أمام الدولار منذ نحو 20 عاما، أي منذ عام 2002، والتوقعات المستقبلية بالفعل تشير إلى أن بنك اليابان قد يستمر بتحفيزاته عكس الفيدرالي الأمريكي وعدة بنوك مركزية أخرى. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.